السلام عليكم كريري، لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. صحيحتكم لاباس؟ جيتكم اليوم بواحد الفيديو في حيل وفي افكار ديال شي حويجات اللي تقدروا ديروهم بالاله ديال البانيني، شي حوايج اللي صراحه زوينين. تقدر شي نهار الله يحفظ هكا كتقاد البوطه على غفله، ما عندكمش كيفاش ديروا تعمروا البوطه، كتقدروا ديبانيو. كاين شي حوايج نقدروا نطيبوهم في اله ديال البانيني، غادي نوريهم لكم دابا. غادي نستعمل هنايا هاد ورق الزبده اولا ورق الطبخ اولا بابي سولفيغيزي، كل واحد شنو سيقول ليه. غادي اول حاجه غادي نستعمل معكم اللي غادي نطيبها هنايا في الاله ديال البانيني هي الفلفله. غادي نشوي هنايا الفلفله ديالي. انا صراحه عاده كنشويها في الفران، يعني ما كنديرش هكا فوق البوطه، ولكن بغيت نوريكم هاد لاستيوس هادي ديال الفلفله هكا في الاله ديال البانيني. كيف ما كتشوفوا هنايا، علاش كندير هذاك ورق ديال المطبخ؟ غير باش كتبقى لي البانيني ديالي زعما شويه هكا نقيه. وكما شفتوا انا هذه راه عندي صراحه صغيره، ولكن الا عندكم نتوما شي اله اللي كبر راه غتهز لكم كثر. انا هذه هزت لي غير جوج. ها نتوما كيف ما كتلاحظوا هنايا راه تشواو الفلات ديالي، كتبقاو تقابلوهم هكا مره كتحركوهم تقلبوهم الى بان لكم شي جهه مازال خاصه شويه. غادي ندوز هنايا كيف ما شفتوا راني قررت الدنجال، كنقردو هكاك على شكل طولي. غادي ندير هنا غير شي شويه ديال الزيت البلديه، حتى الفلفله تقدروا ديروا ليها الزيت البلديه، كتجي بحال مقليه، ولكن انا صراحه بغيتها ناشفه. هنا الدنجال غادي ندير واحد شويه ديال الزيت، غندهن به هذاك ورق المطبخ، وغادي نديرو حتى هو بنفس الطريقه يتشوى. هاد الطريقه باش زوينه ما كتبقاو لا مقابلين ولا والو، كديروهم كديروا الفلفله ديالكم اولا الدنجال اولا ديك الكورجيت حتى هي تقدروا تقطعوها حتى هي صغيره وديروها القريعه الخضره. بزاف ديال الحوايج صراحه تقدروا تشويهم غير في البانين. صافي حتى هي لا ميم شوز، غادي نشدها غادي نسد عليها وغادي نخليها كطيب على خاطرها، كتمشيو نتوما تقضيو حوايج اخرين اللي عندكم ما يدار. صافي كيف ما كتشوفوا، غير ردوا البال مع داك السلك ديال البانين باش ما يتسناش ليكم. الا شفتوا هنايا راني شويت السردين درتو في الفران، ودرت شي وحدينات حتى هما في الاله ديال البانين، ولكن مالوغوزمون هذاك المقطع اللي صورت فتمسح ليا. بالنسبه للسردين حتى هو انا كنشويه صراحه غير في الفران، ولكن حتى في البانيني راه كيتشوى، ديروا غير ورق المطبخ. وبالنسبه للناس اللي يقول لي قريحه ولا شي حاجه، فملي كتساليو كديروا غير الخل مع بيكربونات وكتخليوهم حتى كيتفاعلوا مع بعضياتهم، وكتجيو كتمسحوا ديك الاله ديال البانيني ديالكم بشيشه ديال السنا، شي حاجه تكونوا شي وحده ما تكونوش كتستعملوها، فهو كيختفيو دوك البقع مباشره. بالنسبه هنا للدنجال كما كتشوفوا راه كيجي واعر، كيجي زوين، كنصحكم انكم تجربوه. هنايا شنو غادي نزيد؟ غنزيد ليه شويه ديال الزيت البلديه، شويه الملح والكمون، وشويه ديال الربيع. صراحه كيجي هائل بهذه الطريقه هذه. كذلك الكفته يمكن لكم تشويو لدان دوك لي بروشيت ديال لدان، ديروهم هكا في عويدات وتشويوهم. البطبوط كاين اللي كيطيب فيه حتى البطبوط، يعني هادو افكار كاملين يمكن لكم ديروهم غير في الاله ديال البانيني. وكيف العاده الى عجبكم فيديو لايك وكومونتير، وما تنساوش تشاركوا في القناه. السلام عليكم.